مرحبا أعزائي متابعي قناة مليم بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن السناب شات، تحديدا عن ميزة جديدة وصلت إلى السناب، كتم مكالمات السناب لأحد المتابعين. حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب من كل واحد يدخل على هذا الفيديو ما مشترك، رجاء اشترك ولايك وتفعيل الجرس. الاشتراك مجانا واللايك مجانا وتفعيل الجرس مجانا، ساعدوني مثل ما أساعدكم كل شيء جديد أنزله، فأنت اشترك لتبخل بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. سابقا كتم المكالمات راح يكون لكل المتابعين، الآن لو عندك أحد المتابعين المزعجين يتصل عليك دائما، فتقدر تعمل له كتم من داخل السناب. خلي أدخل أشرح لكم من داخل التطبيق حتى أشاهد الميزة. في البداية راح أدخل على تطبيق السناب، وهذا حسابي الاحتياطي، لحسابي الأساسي KJLD 123525. بعدها راح أدخل على محادثة بيني وبين أي شخص، راح أدخل على حسابي الأساسي. الآن دخلت على حسابي الأساسي، أدخل بالأعلى وأدخل على حساب. راح تشاهدون هنا ثلاث نقاط تدخل عليها، هنا إعدادات الدردشة كاتبي لك شيء جديد واصل لإعدادات الدردشة، تدخل عليه راح يظهر لك إعدادات الإشعارات. الآن هنا كتم صوت الدردشات وكتم صوت المكالمات، هذا إذا فعلته راح يكون لمدة ساعة واحدة، 8 ساعات، 24 ساعة، أو حتى أقوم بإلغاء الكتم، فتبقى أنت براحتك. حتى إلغاء الكتم أي وقت راح يتصل عليك وراح يقدر يحصلك. نرجع مرة ثانية، ثلاث نقاط، إعدادات الدردشة والإشعارات، وهنا إعدادات الإشعارات، وكتم صوت المكالمات مثل ما شاهدتوا. لو فعلتها راح يظهر أربع خيارات، خيار الأخير أو 8 ساعات، تبقى أنت براحتك. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. طلب كل واحد دخل على هذا الفيديو واستفاد منه، رجاء اشتراك ولايك وتفعيل الجرس، أكون جدا شاكر. قبل ما أنهي الفيديو فقط حبيت أنطيك معلومة عن السناب. السناب ما يقبل حسابين سناب على نفس الهاتف، وتطبيقات الطرف الثالث كلها راح تحذف الحساب، وأي شيء أنت تستعمله من تطبيقات تزيد المتابعين أو تحذف المتابعين أيضا حسابك راح يروح. تحياتي لكم، حافظوا على حساباتكم، وممنوع تتدخلون بالسياسة، هذه التطبيقات كلها ترفيهية تجارية مو سياسية. تحياتي لكم ومع ألف سلامة.